السلام عليكم ورحمة الله. طريقة ربط صفحات الفيسبوك مع قناة اليوتيوب. طبعا في فيديو سابق تم شرحه مسبقا لمن لم يستفد من الدرس الأول. طبعا هنا طريقتين لربط القناة، لم يتم شرح الطريقة الثانية، سوف نقوم بشرحها الآن، وهي FB Apps. هذا الموقع طبعا تلاقي فيه العديد من الأيقونات أو مواقع السوشيال ميديا، يوتيوب وتويتر وإنستغرام. نختار فيها يوتيوب ونقوم بالضغط على أيقونة إنستول. طبعا سوف يأخذنا إلى الموقع ويتم تحميل التطبيق على الصفحة. إذا كان هذا الخيار يتم تنفيذه من الهاتف وليس من أجهزة اللابتوب، طبعا تظهر لنا رسالة خطأ قبل هذه الخطوة. لتفاديها قم بالضغط على خيارات الموجودة في المتصفح والضغط على ما يسمى الدخول عن طريق الويب، سوف تنحل هذه المشكلة. هنا نختار الصفحة المراد ربطها في قناة اليوتيوب، بعد ذلك سوف يقوم بعملية تحميل الأداة. هنا كما تلاحظون لا يظهر أيقونات اليوتيوب، إذا ضغطت الخيارات أو المزيد لا تظهر معنا صفحة اليوتيوب. طبعا بعد عملية تثبيت قيد التقدم سوف تظهر لنا أيقونة اليوتيوب كما ستلاحظون الآن. الآن إذا نقرت على المزيد على الإعدادات سوف يظهر لك تبويب ما يسمى باليوتيوب، تم تثبيته وتحميله على الصفحة. نضغط عليه ثم نذهب إلى، انظروا هذه هي الصفحة قبل التحديث، لا يتوجد معنا، وهذه بعد عملية التحديث، بعد عملية تثبيت الأداة على الصفحة. يتبقى الآن تضبيط الإعدادات، وذلك من بالضغط على ما يسمى بالتبويب اليوتيوب سوف تظهر لنا هذه الإعدادات. نقوم بالذهاب إلى القناة المراد ربطها في الصفحة واختيار الـ ID الخاص بالقناة، والذي يكون عادة بعد channel. لا تأخذ الرابط كاملا، وإنما رقم الـ ID يأتي بعد الشرطة بعد channel. هذا هو كما تلاحظون، تقوم بعملية نسخ الـ ID ولصقه في يوتيوب channel ID. إذا أردت أن يظهر مثلا معك مقطع معين تريد أن يتم عرضه في أول الصفحة، اذهب وأخذ الـ ID الخاص بالمقطع المراد عرضه، ومن ثم لصقه في الإعدادات الخاص في الفيديو المراد عرضه، حتى يكون المقطع الأول ليتم عرضه للمشاهدين أو المتابعين. إذا قمت بعملية حفظ طبعا قبل ما تأخذ الـ ID الخاص بأي فيديو، طبعا سوف تظهر لك القناة من دون أي مشاكل. هذا هو الـ ID الخاص بمقطع الفيديو المراد عرضه، ثم لصقه هنا، تقوم بلصقه هنا. إذا أردت اختيار بروفايل أو لوجو صورة أيضا للقناة لكي تظهر بالصورة أو بالشكل المراد عرضه في صفحة الفيسبوك، تقوم بلصق هنا رابط القناة ثم تضغط على أيقونة هذا البروز. هذه البروز يأخذ لك صورة مصغرة للفيديو إذا كان لوجو، أو مثلا تريد تحميل صورة مصغرة أخرى لأي مقطع تم تحميله مثلا الذي قمنا باختياره. هنا تضغط بروز وتختار الصورة التي تريد، أنا لا أريد اختيارها، ثم تحفظ الإعدادات تلقائيا. هذه هي القناة، تم ربطها بنجاح، وهذه هي مقاطع الفيديوهات. طبعا هذه بالنسبة للطريقة، وعادة هي تكون أسهل وأسرع، لأن الصفحات الخاصة في يوتيوب تابس الحديثة هناك عدة صفحات يتم التحايل للحصول على مشاهدين. طبعا هنا تقوم بالضغط على اختيار التبويب اليوتيوب حتى يظهر لك هنا في أول القائمة. سوف تقوم بتحديث الصفحة، وهذا هو تبويب اليوتيوب عند الضغط عليه والوصول إليه بشكل أسرع. طبعا بالنسبة للطريقة الثانية، وهي كما شرحناها في السابق،
والتي تكون عن طريق ما يسمى صفحة الفيسبوك عن طريق يوتيوب تابس. كما أسلفنا أن هناك كثير من المواقع أو أصحاب الحسابات يتم إنشاء صفحات باسم الصفحة يوتيوب تابس لكي يحصلون على الكثير من المتابعين ما يسمى الشهرة في صفحتهم الخاصة. يعني يقوم بإنشاء صفحة يوتيوب تابس وينشرها لكي يدخل إليها متابعين جدد. طبعا هذا يوتيوب تابس تقوم بالبحث عنه. دائما عادة معيار البحث يتم اختيار ما يسمى بالصفحات التي تكون عدد متابعينها كثيرين والتأكد من صحة هذه الصفحة، لأن الصفحات التي لا تكون قليلة هي لا تلبي غرض البحث منك. هذه الصفحة طبعا اللي هي فيها أكثر من 10,000 مشترك تقوم بالضغط والدخول عليها، وثم تقوم بالنقر على عملية استخدام التطبيق. طبعا المشاكل التي تواجه التحديث الجديد وأغلب المستخدمين الذين يعانون من مشاكل عند الربط، طبعا كما شرحناه في السابق تظهر لنا هذه الصفحة أو هذا الموقع. نقوم باختيار هذا الأيقون الأوسط الذي عليه الهاو، كلمة هاو أد يوتيوب تشانل أون فيسبوك. بعد ذلك يقوم بأخذنا إلى موقع فيه الأداة اليوتيوب حتى نقوم بتحميلها على ما يسمى الصفحة المراد ربطها في قناة اليوتيوب. طبعا هنا لا تذهب إلى الخيار الأخير، باستطاعتك أن تختار يوتيوب تاب والذي يكون بعد عادة الاستيب كما شرحناها في السابق، أو يوتيوب تابس أبليكيشن. هنا شرح عن طريق الربط في الصورة، يشرح في كل الخطوات لعملية الربط. طبعا لا تذهبين إلى داونلود أبليكيشن، نقوم باختيار ما يسمى في الاختيارات الأولى يوتيوب تابس، نقوم بالنقر عليها. عند هذه الخطوة تظهر لنا مشكلة كما أسلفنا في السابق، وهو حدث خطأ. هذا إذا كنت مستخدم الهاتف كما أسلفنا. تدخل عملية الويب عن طريق الويب اللي هو الكمبيوتر، وأنت تستخدم جهازك التليفون أو الهاتف، سوف يقوم بتفادي الخطأ ويقوم بعملية تثبيت الأداة. هنا بعد هذا الخيار تظهر لنا هذه الصفحة بعد ما قمنا بالضغط على يوتيوب تابس، سوف يظهر لنا موقع آخر وهو انتظر قليلا. عند الضغط على انستول أو إضافة يأخذك إلى قناة للاشتراك، أغلقها وثم قم بالرجوع إلى الصفحة من جديد حتى يعطيك زر التثبيت. أقوم بإغلاق هذه الصفحة والعودة. هنا انظر، اضغط على التحميل ثم الظهور. الآن الخطوة هنا وهو الاختيار الصفحة المراد ربطها ثم إضافة علامة تبويب صفحة. سوف يقوم بالتثبيت بنجاح و ظهور علامة تبويب على الصفحة الشخصية التي قمت بربطها. هنا نذهب إلى المزيد، وهذا هي يوتيوب تم إضافتها إلى الصفحة. تقوم بتضبيط الإعدادات كما في السابق، وهو أخذ الآي دي الخاص بالقناة المراد ربطها ولصقها على ما يسمى بالإعدادات، وثم سيف. تقوم بعملية سيف، سوف تظهر لك القناة. وإذا أردت مقطع معين أن يكون بارز، أن يظهر في أول الصفحة كما أسلفنا، تقوم بأخذ الآي دي الخاص في المقطع ووضعه في فيديو آي دي. هذا هو الآي دي الخاص في القناة. تقوم بعملية الأوتو بلاي حتى يتم تشغيل المقاطع بشكل تلقائي وتحميلها أيضا إلى الصفحة. بعد ذلك تقوم بعملية سيف حفظ الإعدادات. تظهر لك القناة بشكل تلقائي لآخر مقطع تم تحميله على القناة. إذا لم تقم باختيار مقطع معين ليتم إظهاره في أول الصفحة. طبعا أتمنى أن يكون الشرح وافي وتستفيدوا
من لم يستفيد من الدرس السابق. وإذا كان هناك أي استفسارات أو أسئلة أتمنى وضعها في التعليقات أو مراسلتنا على حسابنا في الرابط الموجود في الديسكريبشن في الشرح. طبعا هذا بالنسبة للتحديث الجديد الخاص بما يسمى الجديد في يوتيوب تابس، ربط الحسابات قنوات اليوتيوب مع صفحات الفيسبوك. هناك ما أسلفنا اللي هو أخذ ID أي مقطع تريد أن يكون بشكل بارز، وتغيير اللوجو أو الصورة المصغرة له، وحفظها لكي يظهر بمقدمة الفيديوهات على قناتك في اليوتيوب. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وإلى اللقاء إلى شرح جديد. ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله.